السلام عليكم. نعم طيب. السلام عليكم. كيف حالك؟ كل عام طيب. كل عام بخير. نقول لكم هنا الاخ القائد مناسبه عيد الفطر المبارك، وبارك الله فيكم. هذا يعني مواقع الشرف صدق، يعني الناس كل واحد معيد في بيته وانتم مرابطين في المواقع الاماميه. ونعم بكم، ثبتكم الله. نحن هنا للحوتيل بالمرصاد، ولن نتراجع ولن نتساجع حتى ننتصر او نموت باذن الله. باذن الله. نرحب بقائد اللواء الخامس حراس جمهوريه على زيارته لنا التي تعتبر لنا شرفا، وتحياتنا وتحيات المقاتلين للقيادة ممثلة بالعميد طارق، وتحية من المتارس ومن رجال اللواء الرابع لجميع المنتسبي المقاومة الوطنية والمقاومة التهامية والأمالكة وكل المقاتلين الأشاوس في الساحل الغربي، معركة مصير لاستعادة الدولة، أما أن نكون أو لا نكون، ونحقق بإذن الله وصايا الزعيم وننبذ هؤلاء الشرذمة أذناب إيران ونطردهم من اليمن بأكمله، وما نحتاج إلا أوامر بالتحرك والتقدم، ونحن مستعدون والأسود مستعدة بإذن الله لتحرير الحديدة وتحرير جميع مناطق اليمن بإذن الله. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن.